السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام ومستمعين الكرام على قناة الفجيرة وعلى إذاعة الفجيرة FM. حياكم الله مشاهدين الكرام من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه من إمارة الفجيرة. اليوم وصلنا لرابع رمضان، اللهم بارك لنا ما تبقى من رمضان. اليوم أنا موجود في ساحة المسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة، ومعي مجموعة من الشباب الطيبين. أقول لهم أشوفهم اليوم إذا كانوا مصحصحين هي ولا لا. كل عام وانتو رمضان كريم. انتوا صوتكم اعلى من المدفع ولا انتوا اعلى؟ ها رمضان كريم. طبعا اليوم صحصحين، شكلكم فاطرين شويه. ها مشاهدينا الكرام، كيف ما عودناكم راح نتكلم عن موضوع اليوم. موضوعنا هو عن وجبه السحور. طبعا وجبه السحور هي من واحده من اهم الوجبات اللي لابد ان يتناولها الصائم، لانها هي اللي تخليه يتعود على الصيام وتعطيه بعض البروتينات وبعض الطاقه طول نهار رمضان، ودوما كيف ما تساعد على الشخص على تحمل الصعوبات اثناء الصيام. وهذا هو السبب في ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: تسحروا فان في السحور بركه. ومن فوائد وجبه السحور مشاهدينا الكرام انها راح تبعد عن الصائم الشعور بالايعاء والمرض والصداع والغثيان اثناء وقت الصوم، وكذلك تقلل من الشعور بالجوع والعطش خلال نهار الصوم، وتمنح الجسم النشاط والحيويه وتبعد عنه الكسل والخمول. وكذلك وجبه السحور تنشط الجهاز الهضمي، كما انها تحافظ على المستوى السكر داخل جسم الانسان. هذه من اهم فوائد اللي لابد ان هي من اهم فوائد وجبه السحور. وكذلك دوما ينصح بتناول الوجبات اللي تحتوي على كميات كبيره من الماء مثل الخضروات كالخيار والخس، وهذا من شان انه راح يساعد على الاحتفاظ بكميه مناسبه من الماء داخل الجسم، وبالتالي تقلل من الشعور بالتعب، وراح تهضم الاكل بشكل سريع. نرجع مع الحضور الكريم اللي موجودين هنا ونسال اول واحد ويانا هنا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الصيام اليوم وياك؟ عادي الحمد لله. مش متعب يعني؟ زين. كلمني، بسألك سؤال الحين. تباني أسألك سؤال ولا تباني تتكلم عن الوجبة؟ بسألك أنا لا تحاتي. زين، أول شيء كلمني عن وجبة السحور. أنت شو تتسحر؟ حرام عليك، برياني. بتعطش برياني؟ حد يتسحر برياني؟ زين عزمني اليوم. أوكي زين، بسألك السؤال الأول وهو من القيادة العامة لشرطة الفجيرة. متى تأسست شرطة الفجيرة؟ عام 1969 ولا 70 ولا 71؟ 70. يا أخي لا، يعني ما قلت 79، يعني نزل شوية. 69. صح 69، وشكرا لك، وتقدر تستلم جائزتك من الشرطي اللي موجود هناك. زين الحين منو بيذكر لي فوائد السحور؟ منو ممكن يذكر لي فوائد السحور؟ تعال خلوا الشخص اللي هنا يجيني، خلوا لفوا شوي، خلوا الكاميرا تبين. السلام عليكم. سلام. سوي ايدك سيده، شوف انت صايم هي ولا لا. حط ايدك سيده. شربت. كيف صايم؟ منك. تمر. هذا لا، منو بيقول لي تعال شوف فوائد السحور. احنا نتسحر تمر، بس شوف فوائد السحور. ما تعرف؟ قول لي شوف فوائد السحور. عشان شو اسمك؟ احمد. احمد منو؟ احمد حسين. قول لي فوائد السحور. بروتينات وفيتامينات. يعطي بروتينات الدم. صح، شكرا لك. وهذه جائزه من حديقه الدولفين دبي، ممكن تروح هناك وتستمتع بحديقه الدولفين في دبي. اوكي تاخذ منو وياك؟ تاخذني وياك. انزين نرجع. كلكم شوفوا الكاميرا وانا اللي بختار. كلكم شوفوا الكاميرا وانا اللي بختار. منو مستعد يسأل؟ انا ما اشوف حد. زين لا، انتوا كلكم شوفوا الكاميرا. الحين راح نتكلم نحن اللي هي ما هي الصورة التي يطلق عليها قلب القرآن الكريم. انزين، في بنية هناك يبوها اللي لابسة اصفر. تعالي تعالي تعالي.
هذه دوما تيجينا ونحن ما نسألها. تعالي هنا تعالي هنا، خلوها تطلع في الكاميرا، لفوا لفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. صوتك وايد خفيف. شو اسمك؟ نور. نور. يا نور، انت صايمة اليوم ولا؟ صايمة. زين سويتي فطور للبيت ولا ما سويتي؟ زين بسألك، انت تستحين من الكاميرا؟ شوفي الكاميرا، لفوا لفوا، خلينا نشوف الكاميرا. نور، شو هي الصورة اللي تطلق عليها قلب القرآن، قلب القرآن، قلب القرآن الكريم؟ صورة ياسين ولا صورة الفاتحة؟ صورة ياسين. صح، صورة ياسين. تقدرين تسلمين جائزتك من الشرط اللي موجود هناك. ونور مستحية وتعبانة لأنها صايمة. زين مشاهدين الكرام، في هذه الأجواء الجميلة والرائعة مع مجموعة من الشباب الطيبين والرائعين، خلينا نسألك، شو أخبارك؟ سين. طيب؟ طيب. شو اسمك؟ علي. يوعان اليوم وايد شكلك علي، صح؟ لا. أكيد؟ أكيد. شو تسحرت؟ ماي؟ ماي ومع كورونا. ليش ما عزمتني ذا؟ كورونا كانت حلوة ولا مو بحلوة؟ حلوة. زين ليش ما عزمتني؟ نسيت. ليش نسيت؟ مفروض ما تنسى. آسف نسيت. خلاص أوكي، بسألك سؤال صعب لأنك أنت نسيت، أوكي؟ زين متى نحن ناكل وجبة السحور؟ متى وقت اللي نحن ناكل فيه وجبة السحور؟ خيار ما في؟ قبل الفجر ولا بعد المغرب؟ بعد المغرب. كيف بعد المغرب؟ بعد المغرب الفطور، قبل الفجر صح؟ أنا ما بزعلك، على أساس باكر تعزمني، أوكي؟ تفضل علي، هذه جائزة مقدمة من مركز هنوفر الطبي. كلكم طالعوا هناك وانا اللي بسالكم، كلكم طالعوا هناك وانا اللي بسالكم. منو راح يدعي لنا دعوه حلوه؟ منو راح يدعي لنا دعوه حلوه؟ تفضل. شو اسمك اول شيء؟ اسم محمد. محمد منو؟ محمد نزار. محمد نزار، انا باك تدعي دعوه حلوه في الوقت المبارك، في الوقت الجميل هذا، وراح تربح ويانا جائزه. تفضل. الله يتقبل صيامنا وصيامكم وافطارا شهيا. بعد كمل كمل. الله يتقبل صيامنا والله يعني والله يبارك فينا، وادعي لهم والله يبارك فينا في هذا الشهر الكريم، وبارك يعني ويبارك فينا ويحمل في اوطاننا. صحيح، شكرا لك. انت كم، انت صف كم؟ انا صف تاسع. تاسع، ما شاء الله عليك. شو تسحرت؟ انا تسحرت تمر ومي وتسحرت مع كورونا. بالعافيه عليك، وهذه جائزه من مركز هنوفر الطبي. طبعاً مشاهدينا الكرام، استمتعنا في هذه الأجواء الجميلة مع مجموعة من الشباب الطيبين. كما نختم حلقتنا، اللهم بارك في وطننا وفي سائر جميع وفي سائر أوطان المسلمين. شكراً لكم وتقبل الله صيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرس المدفع جاهزين للأوامر سيد. السلام سيد. حرس المدفع للأمام، معتدل سر. مدفع الإفطار جاهز. مدفع الإفطار أري. مدفع الإفطار.